من خلال ساعتين من الزمان لصباح الشروق. نلتقيكم إن شاء الله في صباحات مختلفة، نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة، في أمان الله. كنت تقول لي يوم سوي لي يومك سبب اخترت لي انت العذاب مشيتني في الدرب الصعب من اول كنت تقول لي يوم سوي لي يومك سبب اخترت لي انت العذاب مشيتني في الدرب الصعب في الآخر انت سبتني ما طالك انت معاي تعب تشيل ببكيني وصحيح وفي بالمعذب كنت تقول لي وما اسوي لي وما سوي اخترت لي انت العذاب مشيتني في الدرب الصعب من اول كنت تقول لي وما اسوي لي وما سوي اخترت لي انت العذاب مشيتني في الدرب الصعب آخر انت سبتني أخلك انت معاي تعب تشيل ببكيني وصحيح كل شي بالمعذب القصة ما بالليل وأنا ما اخترت أنا غيرك أموت يا أنت يا حلي وأنا اخترت أصعب ما يكون القصة ما بالليل وأنا ما اخترت أنا غيرك أموت يا أنت يا حلي وأنا اخترت أصعب ما يكون اخترت زي ما تجي تجي الجاية من الله تكون اخترت زي ما تجي تجي الجاية من الله تكون دفقت مويتي على الرهاب واخترت غيرك ناس كون من أول كنت تقول لي ما سوي لي وما سبب اخترت لي انت العذاب مشيتني في الدرب الصعب من أول كنت تقول لي ما أسوي لي وما سبب اخترت لي انت العذاب مشيتي في الدرب الصعب في الآخر انت سبتني ما بالك انت معاي تعب تشيل ببكيني وصحيح كل شي بالمعده بحجة الذول الضعيف الدار يبرر زلته شايفني ما قدر المغام وانا غلطة بس في دنياته بحجة الذول الضعيف الدار يبرر زلته شايفني ما قدر المغام وانا غلطة بس في دنياته
كرامتي أكبر من هواك في قلبي فارق سكتي أنا قلبي بيعني رخيص يكون تخسر أشرح قصته حجة الظل الضعيف داري بري زلته شايفني ما قدر المبا وانا غضب بس في دنياتي يا حجة الظل الضعيف داري بري زلته شايفني ما قدر المبا وانا غضب بس في دنياتي أكبر من هواك في قلبي فارق سكت أنا قلبي بيعني رخيص يكون استخسر أشرح قصته فكرتك عني وانا ما ملزم اني اغيرها اسبابي اكبر من هواك او حتى اشرح افسرها فكرتك عني وانا ما ملزم اني اغيرها اسبابي اكبر من هواك او حتى اشرح افسرها اخترت ارضي الكل وانا ما مهم حياتي البخسرة اخترت ارضي الكل وانا بهدم حياتي البخسرة بكسب رضا الوالد انا عفو من حقك ارجو المغفرة من اول كنت تقول اني ما سوي لي امك سبق اخترت لي انت العذاب مشيتني في الدرب الصعب من اول تقول الأيوة سوي لي أمك سبب اخترت لي انت العذاب مشيتي في الدرب الصعب في الآخر انت سبتني مطالك انت مع اي تعب تشيل ببكيني وصحيح مع كل شيء